اتكلمنا عن موضوع حكم الصلاه طلع عليه من قاعدهم راح نعتبر اسئله الدرس متى لما اخلص شرح هذا الدرس راح نشرح هذا الدرس بعدين طلع دفتره بكل اسئله درس خاص بالصلاه كلها كنا مفصلين هذا الدرس وحل معاه هاي الاسئله راح نعتبره تمام يعني ما راح نعمل اختبار قصير بالدرس لا راح اعتبر ان الاسئله هي نفس الاختبار لان نفس الاسئله اللي اعطيتيها هي نفسها موجوده بالدرس تمام الورقه راح اوزع لك اياها خلال هاي الحصه اداري خلينا نحاول ننهي طبعا ترتيب الاوراق انا مرتباهم تنازلي من الاعلى للاقل فبس يوصلك اسمك لا مش حسب الاسماء حسب العلامات من الاعلى الى الاقل علامه اي واحد اثنين لا عشان هيك انا اللي بدي اوزع الورق عشان الطالب اللي عنده اضافه راح اكتبه عندي زائد الطالب اللي له ناقص راح ينكتب على الورق هاي مكتوب هلا انت كان كنت حاطط على الورقه عندي زائد انا الاولى في واحد كان عندي انا عندي انا زدت يا مش وانا اللي سويت لا اللي كاتب على الورقه في طالب خلص ايوه خلص انا متذكر في احمد زدت له العلامه بس هاي العلامة عندي بالموقع عادي خلص محسوب المايك وين اليوم ان شاء الله تعالى راح نبدا بدرس عن موضوع حفظ النفس الإنسانية يلا الفكرة الرئيسية رائد اعتمدت الشريعة الإسلامية بحفظ النفس الإنسانية وحرمت الاعتداء عليها وشرعت من الوسائل والأحكام ما يكفل حمايتها هلا النفس دائما كان حريص على الحفاظ على النفس الإنسانية بحيث أن يؤمن لها كل ما تحتاجه من خلال أن يجعل لها ضرورات خمس تحفظ هذا الإنسان طيب ثواني شوي عبد الرحمن طويل التنقيص ما حسبت الكاشية شلته عنه ماشي ماشي بس انا هلا بدي اشيل ورقه الطالبين اوكي طلع لك لو قيس خالد 17 من 20 كنت 20 يا قيس والله عمار الجمل كنت 20 بتصير 17 لا مش عشان قعدتوا جنب بعض تقعد جنب بعض وانت ساكت تحكيش شيء اما تقعد انت وياه جنب بعض لو حكيت كلمه بنقص كل التنقصات
فيما يتعلق بموضوع الشريعة الإسلامية، شرعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضرورات التي من شأنها أن تقوم على حفظ النفس الإنسانية، من أهم هذه الضرورات الخمسة من القرآن الكريم. حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنفس والمال. هدول مهم جدا، هم الضرورات الخمس لحفظ النفس الإنسانية. كل إنسان عنده خمس ضروريات أساسيات في حياته. أول شيء الدين، النفس، نفس الروح، العقل والنسل والمال. يعني مثلا إذا حضرت لأي موضوع أو أي حكم شرعي، بفكر فيه من ناحية هل راح يضر ديني؟ يعني أنا كدين راح يتأثر فيه؟ مثلا إذا كان لا، إذا هذا الإشي تمام. إذا كان إشي لا، إذا هذا الإشي غير جائز. يعني مثال حكم الخمر شو؟ حرام. أنت كنت بصحراء وانقطعت فيك السبل كاملة، وأنت أشرفت على الموت، بالطريق يعني انت خص راح تموت، وجدت بالمنطقه اللي انت فيها انت حتموت خلاص، وجدت المنطقه اللي انت فيها انت اخذتها، انت وقت شفت اي خمره وشربتها، هل الحكم في هاي الحاله حرام؟ اذا حلال ايش؟ ممتاز. طبعا ما بصير اقول حرام، طب ما هو انا اذا مشيت بدي اموت، انا ما قدامي الا هذا الساعد، ما قدامي الا هذا الساعد، يا انا بموت يا اما بشرب هذا الاشي عشان احافظ على حياتي. بتخيل بقول حفظ النفس هل هو من الضروريات؟ طبعا كونه من الضرورات، اذا واجب علي اني انا احافظ على روحي. بس الضرورات بس بالضبط، بس بهاي الحاله فقط. مسكينه لو كان في عندي انينه خمر وانينه ماء وشربت الخمر حرام، مسوي نفس المي حرام، لا بشرب المي بما يسد انه انا استمر على قيد الحياه فقط، بخلي الخمر خيار اخر. اذا باخذها معي رجعت مشيت مثلا لقيت انينتين، باخذ المي مباشره بشرب باخذ الخمر، النفل احنا كنا طريق صحراء يعني كثير طويل، انقطع كل السبل، احنا بنقول يا عمي فيش ولا سبيل. باخذ الخمر، مجرد ما انا برضو شارفت على الهلاك معيش الا هو، فبضطر اشرب بس هاي الحاله. مثلا هلا كان لما عمار بن ياسر كلنا بنعرف قصته، لما اخذوا امه وابوه عدوا امه قتلوها. قيس ناوي تكمل حكي؟ ناوي تكمل حكي خلال هاي الحصة؟ عشان إذا أرد أغير مكان، بس إن أربعة ولا خمسة بس مدربين. تعالي جنب، احكي ليش أربعة ولا خمسة؟ قيس يقول أربعة ولا خمسة. ما تحكي حصة، هي حصة وكنت أنت فيها تعبان عشان هيك أنت سكتت بس. بالضبط زي التزيين. تعالي قيس جنب عرفه. يلا سعيد احكي شغله. السؤال عمار بن ياسر اللي قتل، ما سألت سؤال، انا بحكي عمار بن ياسر اللي اخذوا امه وقتلوها امامه، واخذوا ابوه وقتلوه امامه. طبعا وكان عمار بن ياسر برضه تحت التعذيب، ويقولوا له ان
انه ادعوا هبل ادعوا هبل هو ابدا ما يقبل انه الله واحد احد. اخر شيء بعد ما قتلت امه انه كانت حامل بالاشهر الاخيره بعد ما قتلت امه اضطر انه يحكي هبل هبل يعني انه دعا زي كيف انه مثلا احنا نقول والله والله يعني هنقسم برب العالمين هو حكى هبل هبل بدنا فكف العذاب عنهم كف عنه العذاب. فهلا هلا هو صار يبكي يعني انا هيك كفرت انا هيك كفرت انا هيك اشركت انا هيك خرجت خطب انا النبي صلى الله عليه وسلم بانه انت ما كفرت انت بارادتك وانما كان شو غصب عنه مكره مجبر على هذا الشيء يعني خلص انا صرت بدي اموت انا خلص صرت بدي اموت وما اتحمل فاضطر اضطرارا فهو قدر. طب انا شو بدي اعمل اموت ولا انه انا مثلا احافظ على ديني ولا انه شو بدي اعمل فاضطر انه يحفظ نفسه كون النفس ضروره من ضرورات الخمس اذا هو قرر انه يحفظ نفسه اساسا النبي عليه السلام بشرهم بمكانهم من الجنه ليش؟ لأنهم صبروا زائد إن هدول أول من تعبر بالإسلام خلصت طبعاً لا هو صار بين النفس وبين الدين كفر ولكن بدون اعتقاد داخلي مش داخلي مش يعني أساسي يعني أنا بالكلام حكيت هلا أنت أحياناً مثلاً بتكون متطاوش مع واحد وخاص انت يعني قفله معك على الاخر طش مشان تصالح بيجي مثلا استاذ وخلص ويا الله وصالحه مشي وسلم عليه فانت بتسلم وانت مكره يعني بديش اسلم عليه وبتضل بعديها فتره اساسا ما انت تحكيش معاه ليش لانه انا مكره طبعا هي 3 ايام بس انا بحكي لك انه من بعد اني انا مكره على هذا الشيء هل انا بقدر اجي احكي انه انت من جوا صافيت لا انت خارجي بس من هيك قدام الاستاذ قدام المسيح محمد عماد ماشي نفس الشيء اللي صار مع عمار بن ياسر هو كفر ولكن بلسانه مش بقلبه وهو بقي على الاسلام ضل مسلم ولكن شو بالالفاظ لذلك الانسان يقدر ما من الضرورات الخمس بناء عليها فالمسلم نسل يعني الأبناء الأولاد نعم بس الخبر مش مخليك استمعش أخرى بسيارة 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 لأنه هي أساساً تذهب العقل يعني أنت ممكن لما تشرب خمر تذهب عقلك ممكن تسبب لك يعني أضرار أساساً نعم يا طويل بس مثلاً الخمر تعمل إدمان ولو شنان وقت ما أكثر من مرة تعملك هذه متى؟ هذه مثلا لما اكون انا شارب الشيء وانا حابب اني انا اشربه بالضبط وانا حابب هلا الواحد لما بده يكون بيموت انا هلا بدي اموت وشفت الخمر بكون ببالي اني انا والله خليني امزمز عليها لا ما انا بدي اموت يعني شو فكر بايش انا فكر بس اعيش هلا اذا بتحضروا مثلا في احيان بيجيبوا افلام وثائقيه هدول اللي بروحوا مثلا تنقطع فيهم السبل مثلا توقع الطياره بمنطقه ثلجيه او منطقه استوائيه تنقطع فيهم السبل هدول مثلا ما عنده اكل بصير هذا الحشرات ياكلها طب هل هذا مستمتع لا طبعا هو مقت بس بيعيش حتى لما بعد هيك بصير يقول انه انا يعني مستغرب من حالي كيف كنت اني انا اكل الحشرات بس انه بده يعيش لذلك الانسان يقدر الضروره اللي بده اياها حتى يستمر معاه الحياه طيب. هذا السنين انسى وضع ما دام خارج نطاق الحياه خلينا نشوف السابع عرف حفظ النفس الانسانيه ايه اسامه إذا حفظ النفس هي عبارة الحفظ هو الحماية الحفظ حماية النفس الإنسانية من الهلاك والأذى والضرر الذي يلحق بها طيب خلينا نشوف هذا الحديث وإلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم النفس من لسانه ويكفر كيف بدي اربط ما بين هذا الحديث وما بين المخطوط كيف بدي اربط المسلم من سلم الناس من لسانه ويده
كيف بدي أعمل رابط بينه وبين تعريف حفظ النفس وحماية النفس من كل أذى أو ضرر يلحق بها؟ يا محمد. بس هو عدم المصابة ممتاز. زائد ابتعاد عن ابتعاد الشخص عن المشاكل والدفاع عن الطاقة. ممتاز. ثاني نبدأ نعرفه. بس أنا قلت بس ممتاز انه عدم اعتداء الانسان على الاخرين وعدم يحمي نفسه. ممتاز. اذا عدم اعتداء. بس خلصت من الادراج. عدم اعتداء الانسان سابع ليت حنون غايب عنده اشي. انه لا فكرت لا سمح الله في اشي لانه برضه كان يوم الخميس اربع الخميس غايب سبت واليوم الجمعه سبت والاحد واليوم انا نفس اليوم بس عشان يلا خير. عدم اعتداء الانسان على الاخرين هو حمايه لنفسه. طيب هذا سؤال مهم. استنتج سبب تقديم ذكر اللسان على اليد. ليه حبيب قائل نفس من سليم من ناس من اللسان مع انه فعليا انو احمد الضرب لسان الحيد اليد اليد. طب ليه ليه بس تقدر تصير نفس اللسان ممتاز ممتاز ممتاز. الأذى الجسدي يذهب أثره لكن الأذى النفسي يستمر أثره في النفس. ممتاز. كمان من عنده إضافة على الإجابة؟ بس في صوت البقر إذا حدا أذى لازم تقول إيش الآية؟ هاي في حالة القتال والحرب. هاي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني هاي في حالة القتال والحرب لما يكون في حد مغاير. ثائر لأن مس الإنسان هو أقوى شيء يعني أقوى من اليد. ممتاز. هلا لأن الإنسان يترك أثر نفسي ولا تجسد الأذى النفسي أثره أقوى من الأذى الجسدي لأن الأذى الجسدي مؤقت يزول بعدين الأذى الجسدي مؤقت ويذهب اما الاذى النفسي لا باقي ومستمر. تمام. لان الاذى النفسي اثره اقوى من الاذى الجسدي. نعم يا اخي. تمام. مش ضل 10 دقائق لا خلص ربع ساعه ربع ساعه طيب خلينا نوقف ربع ساعة يا ما قمنا نحل الأسئلة تعالوا ندرس خاص الصلاة الله عليك يا محمد.